وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشك، فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة. اللهم صل. نعم، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وهذا يمكن يقع، أحد الثياب عندك قد أصابه بول وهو معلق ولا تدري أيهما، ماذا تعمل؟ نقول صل بعدد النجس وزد صلاته، زد صلاته. قال عدد النجس 50 ثوبا، هذا غني، رجل غني عنده 50 ثوبا كلها نجسة، والحادي والخمسون طاهر، كم يصلي في كل فرض؟ واحدا وخمسين صلاة، كذا؟ نعم، على كلامه. إيه على كلامه. طيب، لكن محل ذلك إذا لم يمكن تطهير أحد الثياب، لو كان عندهما يمكنه أن يطهر أحد الثياب وجب عليه، لأنه إذا كان يمكنه تطهير أحد الثياب وطهره صلى صلاة واحدة يتيقن أنها صحيحة، يتيقن أنها صحيحة. لكن لو صلى بعدد النجس وزاد صلاة، فكل صلاة من هذه الصلوات يحتمل أنها صحيحة أو أنها غير الصحيحة. صحيح أنه إذا زاد الصلاة فأحد هذه الصلوات الخمسين مثلا صحيح، لكنها كل صلاة واحدة باعتبار عينها مشكوك فيها. أعيد مرة ثانية، ولا نضرب مثلا يكون حول الاستحالة، رجل عنده 3 ثياب نجسة والثوب الرابع طاهر، فاشتبه عليه الطاهر من الثياب بالنجس، نقول يجب عليك أن تصلي 4 صلوات، عدد النجس 3 والطاهر 1، ما لم يمكن تطهير أحد الثياب، فإن أمكن وجب. لماذا نقول يجب؟ لأنك إذا طهرته وصليت الصلاة تيقنت أنها هي الصحيحة بعينها، لكن لو صليت 4 صلوات هل تتيقن أن هذه الصلاة بعينها هي الصحيحة؟ لا، لكن بمجموعها أتيقن أن فيها صحيحة، لكن ما أدري هل بالثوب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، إذا نحتاج إلى قيد ولا لا؟ طيب، صار ما لم يمكن تطهير أحد الثياب، فإن أمكن وجب تطهيره ليؤدي الصلاة بيقين بعينه. المذهب رحمهم الله مشهور المذهب، يقولون يصلي بعدد النجس ولو كثر، ولو كان لا يخلص من الصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة الثانية. لو قدرنا أنها 100 ثوب يصلي 100 صلاة واحدة، إذا صار صلاة الظهر يمكن يجي العصر ما قضت، وصلاة العصر يمكن يجي المغرب ما خلصت. القول الثاني لابن عقيل، وكأن المؤلف رحمه الله يميل إليه لأن تعليله يدل عليه، ولم يذكر سوى هذا القول، قال يقول يقينا من غير مشقة، من غير مشقة، ثم ذكر قول ابن عقيل، وهذا يدل على أنه يميل إليه. نعم،